كريستال بدروسي، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. اليوم رح نحكي عن أهمية التمارين الرياضية خلال هالشهر الفضيل. ليش هو من الغير صحي أنه نوقف التمارين الرياضية بشهر رمضان بالذات؟ عادة بهذا الشهر بقولوا الأشخاص بدنا ناخد بريك، بدنا نوقف الرياضة، وبكونوا هن معودين يعملوا دائما وبانتظام رياضة، بقولوا إنه بركي ما عنا كتير انرجي. بس هذا الشيء كتير سيء، ما لازم نوقف رياضة لأنه ما فينا نبقى شهر من دون ما نتحرك ولا نضحي الانرجي. صح، وخاصة لأن الميتابوليزم كتير بخف خلال هيدا الشهر، وبذات الوقت ما فينا كمان نوقف لأنه بعدين رح يصير أصعب لإلنا نرجع للعادات، يعني فينا نتنبلها، يعني إذا بدك نقول بصير الواحد بدل شهر بتصير شهرين وما بعود يعرف إمتين يرجع يبلش، هو لأن الكسل بجر بعضه مثل ما بيقولوا. صح، فبتمتد لأكتر من هالشهر وبتخربت الميتابوليزم وكل التمارين اللي قمنا فيها بتكونوا راح الدعان، بتركون راح الدعان. طيب ليش التمارين الرياضية مهمة هالقد خلال شهر رمضان كريستال؟ أكثر شيء منركز على زيادة الوزن خلال هيدا الشهر، يعني عادة إذا نحن زدنا أكلنا وما عملنا رياضة رح ناخد وزن، دونك زيادة الأكل وبزيت الوقت عم ناكل ومنرجع ننام، يعني ما عم نحرك هيدا الجسم اللي عايز يتحرك. لهدول الأسباب نحن كتير منشجع الرياضة خلال هيدا الشهر، وتحت يزيد الأنرجي لأنه منحس بتعب وخمول بهيدا الشهر، تحت نرجع نتحمس ويضلوا عنا أنرجي بالجسم. شو لازم يكون هدفنا خلال التمارين الرياضية؟ يعني نحن لما منقرر أنه نحن خلال شهر رمضان المبارك لازم نركز، مثل ما منركز على كتير أمور، نركز كمان على التمارين الرياضية. ليش لازم نركز على التمارين الرياضية؟ هلأ عادة في أشخاص بركي حطوا أهداف كتير كبيرة، مثلا بركي يخسروا وزن بهذا الشهر أو بركي يحسنوا اللينة البدنية، بس هذا الشيء نحن ما منصح فيه، يعني ما لازم إذا بدك نعمل تحسين، لازم نخلي إذا بدك يكون أنه عم نحافظ، يمكن نحافظ على اللياقة البدنية. صح، لازم نحافظ، المهم ما نتراجع، دونك الأهداف تبعونا يكونوا بسيطين قد ما فينا حتى نقدر نضلنا إذا بدك مكملين. كل ما نكبر الهدف آخر شيء رح نوقف، إذا أول جمعتين عملنا رياضة وحسينا حالنا تعبانين رح نوقف. دونك لا، نحن بدنا بساطة بالتمارين وانتظام، يعني ما نجبر حالنا إنه نحن لازم نقوم بتمارين رياضية، يعني لازم نقوي الانتنسيتي، يعني قديش لازم تكون قوة التمارين الرياضية اللي لازم نقوم فيها؟ عادة ننصح إنه نخفف شوي من قوية من الانتنسيتي تبعو للرياضة أو التمارين الرياضية اللي كنا عم نعمل فيها قبل، بالسابق. يعني بالسابق ليه إذا كنا ليه، حتى يقدر الواحد يضله مسابر وما يأثر هيدا الشيء على صيامه. يعني ما بدنا إياه يوقف وما بدنا إياه كمان يتعب ويصير صيامه إذا بدك إزعاج، مصدر إزعاج وإرهاق، بدنا إياه بالعكس يكون مبسوط ومرتاح. دونك الأشخاص اللي كانوا معودين إنه يركضوا فينا ننصحهم بالمشي، والأشخاص اللي بيحملوا مثلا أثقال مثل مثلا 20 كيلو يخففوا شوي شي 15 كيلو. ياي أنا بحمل كيلو وبتعب. هلا كل واحد على قد قويته. والأشخاص مثلا اللي معودين يعملوا مثلا ساعة ايروبيك بشكل كتير قوي فينا نخففه لنص ساعة أو ثلاث أرباع ساعة، هيك بنصير قادرين نحافظ على اللياقة إذا بدك. الوقت المثالي للايام لقيام التمارين الرياضيه هل هو قبل الافطار بعد الافطار؟ ما بعرف، خبرينا. هذا السؤال كلهم بيسالوه. عاده اذا بدك عندك تو اوبشنز، اول اوبشن هي يوعى الشخص شوي ابكر من ما عاده بيوعى تقريبا ثلث ساعه، يتسحر ويرجع يعمل رياضه. هلا في اشخاص بحبوا يعملوا رياضه بعدين يتسحروا، انا ما كثير بفضل انه نعمل رياضه بنكون من دون ما نكون اكلين شيء. وثاني اوبشن اللي هو عن السحور بالليل، يعني بكره، يعني كثير بكير، يعني عوج الصبح. صح، في اشخاص كثير بحبوا يعملوا رياضه، بكونوا ناموا قاموا بيتسحروا وبيعملوا رياضه، عندهم انرجي كثير كبيره بهذا الوقت. وثاني اوبشن اللي هو من بعد الافطار بننطر ساعتين بنرجع بنعمل رياضه. دونك في دوز اوبشن، بس دائما بنقول كل شخص لازم يسمع اذا بدك جسمه شو عم بيقول له، صح، امتين الانرجي ليفل تبعوله اعلى شيء ويستفيد من هيدا الوقت الحاسس حاله قادر يعمل رياضه ويعمل رياضه. يعني بحتاج في ناس عوج الصبح بتكون بعدها الانرجي خفيفه عندهم فبنقوا بعد الافطار، فبيفطروا بعد الافطار، والعكس صحيح. يعني صحيح، كل واحد جسمه وقت بحس حاله مرتاح يقوم بالتمارين، مش انه نحدد وقت مظبوط. شو لازم ناكل بشكل عام قبل التمارين؟ قبل التمارين كتير مهم ناكل بطريقه صحيه لانه جسمنا بحاجه ل اذا بدك انرجي لوحدات حراريه، يعني افضل ما اذا بدك ما ناكل قبل الرياضه. دونك هذا اول شغله، لازم نشرب مي منيح قبل الرياضه. يعني بقد ايه ما ناكل قبل الرياضه؟ هلا اذا كان اكلنا وجبه كبيره مثل الافطار، يعني نحن عم نحكي مثلا افترضي بدك تعملي تمارين من بعد الافطار،
ننطر ساعتين. لازم ننطر ساعتين. وإذا من بعد السحور ننطر نص ساعة، لأنه عادة بكون إذا بدك مثل تلويقة وجبة خفيفة. دونك هدول الأوقات. دونك بدنا نشرب ماء، بننصح بالفواكه أو عصير الفواكه تيعطينا انرجي سريعة. فينا نشرب فيتامين سي أورنج جوس مثلا، أكيد لأنه في معادن وفيه ألياف وفيه ماء. وبزيت الوقت مش بس بدنا انرجي سريعة، بدنا انرجي إذا بدك تضينا خلال التمارين، فهون بننصح بالحبات الكاملة. يعني إذا عم نتسحر فينا ناخد خبزة حبة كاملة أو فينا ناخد كورن فليكس حبة كاملة. وتالت شغلة مننصح فيها قبل التمارين هو البروتيين، بس مش مثل الأشخاص بفكروا بركة ستيك أو دجاج، عادة مننصح بالحليب ومشتقاته. هذا قبل التمارين، لأنه بزيت الوقت فيه بروتيين وبزيت الوقت فيه كربوهيدرات يعطينا أنرجي نقدر نعمل تمارين. يعني هون مننصح نعمل مثلا سموزي أو كوكتيل من الحليب أو اليوغرت ومنزد له فواكه، ميلك شيك. ميلك شيك أو فينا نشرب كباية حليب أو فينا ناخد كاسة لبن. دونك هيك إذا بدك هيدول بكونوا أمنوا لنا الأنرجي الكافية تنعمل التمارين. وشو لازم ناكل من بعد ما ننتهي من التمارين؟ من بعد ما ننتهي من التمارين بدنا ننطر تقريبا أو في معنا وقت ربع ساعة لساعة تناكل، تنرجع نعوض كل شيء اللي خسرناه. يعني عادة وقت نحن بنعمل رياضة منكسر العضل تبعولنا، فنحن بدنا وبحاجة لبروتيين تيرجع إذا بدك ينمي لنا العضل اللي تكسر. فنحن بحاجة لبروتيين مثل ما كل الأشخاص بيعرفوا، لحمة أو دجاج أو سمك، تقريبا بنحكي بين 10 ل 20 جرام. أكيد بيختلف بين نساء أو رجال، بس تقريبا نحن بنعطي موين أو معدل عام. معدل عام يعني تقريبا بده يكون 90 جرام من اللحمة أو من الدجاج أو من السمك. وفيهم ياخدوا كمان مثلا 2 أو 3 بيض، أو فيهم ياخدوا كمان حليب أو لبن. يعني هدول الأساس فيهم بروتيين أو حتى مكسرات. والأشخاص عادة اللي بغلبته هو إنه بفكروا من بعد التمارين الرياضية بس لازم ناخد بروتيين. بروتيين لحال ما بيفيد، لازم ناخد بروتيين وكربوهيدرات. يعني حد شقفة اللحمة لازم يكون في عنا أو بطاطا أو خبز حبة كاملة. يعني حتى ساندويش جبنة وخبز كتير منيح إذا بدك الأكل بعد التمارين. أكيد بالإضافة للفواكه اللي بيقدروا يتناولوها والعصير والمي يعني هم ضروريين للبوتاسيوم خاصة، لأنه نحن وقت منعرق منروح بوتاسيوم بدنا نشرب مي وفواكه. تمر وتمر أكيد لأنه بوتاسيوم عالي. أكيد بعتقد اليوم حكينا عن أهمية التمارين الرياضية من كافة النواحي. رح نترك المشاهدين لبكرة لحتى تختاري لنا موضوع جديد تسلطي عليه الضوء وتعطينا كل المعلومات. شكرا لوجودك معنا كريستيل بيدروسيان، لبكرة لكينا.